لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت. كان هذا أذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الدار البيضاء، نقلناه لكم من أمام مسجد السعادة بمنطقة سيدي مومن بمدينة الدار البيضاء. تقبل الله صيامكم وقيامكم، فطوركم شهي، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.